كانت أخلاق رسول الله التي ظهرت في أثناء الحروب وغير الحروب وفي الممارسات الخيرة مع الأعداء السياسيين الذين كانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين كانوا ينظمون الأشعار ضد رسول الله والقصائد، الممارسات الإنسانية من رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تجذب الكثيرين إلى الإسلام، حتى قال الله سبحانه وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في مكة المكرمة وحدانا كانوا يدخلون في دين الله، ولكن بعد ظهور الفضائل الكثيرة من رسول الله جعلوا أفواجا يدخلون في الإسلام، مجموعة يأتون 300 شخص رجال نساء مرة واحدة يدخلون في دين الله ويسلمون على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. 700 شخص يأتون، 1000 شخص يأتون، أكثر من 1000 شخص مرة واحدة. وقد سمي ذلك في التاريخ في السنة 9 و10 للهجرة بعام الوفود. خلال سنة وأكثر من سنة كانت الوفود ترد على رسول الله من أطراف الحجاز ومن غير الحجاز، وكانوا يؤمنون على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله.